المشاهدين الأعزاء تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه الجولة والتي تأتيكم من أحد أسواق مدينة بورسودان أقصى شرقي السودان، والتي سوف نرصد من خلالها حركة البيع والشراء في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية، فأهلا بكم. والله حركة البيع والشراء مناسبة جدا جدا، البطاطس بأربعة والليمون بخمسة والشطة بسبعة والأسود بأربعة، البامية 10 لحد 8، العجور 4، الجزر كيلو 8، الطماطم 8، البصل الأبيض 8. طيب هل في نزول للأسعار ولا غلا ولا كيف؟ في نزول الحمد لله، والسوق ماشي كويس، ماشي ينزل. الطماطم كانت ب15 اليوم ب8، والعجور كان ب40 45، الشوال اليوم ب27 30، والبامية الشوال كان ب50 و60 اليوم ب40، يعني الحمد لله الخضارات كلها ماشي. شنو خضار شتوي ماشي، خضار يعني ينزل كل ما يوم بصبح شنو نازل ان شاء الله. الناس بتقدر تيجي تشتري ولا لسه يعني في كسات في السوق؟ الحركه يعني ما كده للنهايه كده، الحركه وسط، ما في بيع وشراء كده يعني زي ما بقول لك كثير، ما في البيع ماشي مبسط. نواصل مشاهدينا الكرام في هذه الجولة والتي سوف نرصد من خلالها حركة البيع والشراء مع هذا التاجر، هو تاجر للفواكه هنا. كيف حركة البيع والشراء؟ تمام والله الحمد لله، الحمد لله نكون من الشاكرين في أحسن حال. واليوم يعني ماشي متحسنة، والخضار ماشي على النزول، وكل البيع ما شاء الله يعني بيصير مناسب حاليا. اليوم الفواكه أسعارها ماشية كيف؟ مثلا ماشي التفاح، البرتقال. والله أسعار البرتقال اللي ماشي تمام اليوم، طبعا موسم يعني، يعني بثلاثة بتاكل، بأربعة بتاكل، بخمسة بتاكل، ب2000، يعني حسب استطاعتك، يعني بأي سعر موجود في السوق حاليا اليوم. نعم. المواطنين كيف؟ هل قادرين يشتروا ولا لسه الحال في كساد يعني؟ والله المواطنين ده بعض منهم يعني، ناس بتشتري وناس كده بتشوف يعني لسه السعر غالي عليهم وحارب نفس الشغلة، حسب طبعا عدم الشغل، ناس المرتبات هي الواقفة ديل وكذا، لكن الناس يعني المستطيعة بتشتري بتاخذ، يعني ما باخذ باقي ثاني بياخذ باخذ البسيط بس يعني حسب استطاعته. لكن الوضع بصورة عامة هو ماشي كويس؟ نعم. نعم بصورة عامة الوضع ماشي كويس وماشي في خيار الحمد لله. وموسم الخضار ما هي يعني أحسن من أول بكثير. أحسن من الشهور الفات. أحسن من الشهور الفات بكثير. طبعا الدنيا كان الصيف لكن الخضار بس ماشي على الشتاء وكذا. ده موسم الله عم بيزداد. حركة البيع والشراء اللي أمس كيف؟ والله تعبانة شديد والله. والله ما فيها شغل، خضار زي ما شايف بس. نهاية اليوم تقفل منه وسيط وتخلي البان. لكن ما في حاجة والله. يعني شغل اللي مادي تعبان شوية والله، قبل أسبوع الشغل اللي كان كويس، لكن هسه والله الشغل اللي جاء الرواتب ما فيه أي حركة. مراك شايف بعينه. يعني الموضوع ده هل لو كم شهر ولا بس الأسبوع الفات وتعاني تعدل ولا أصلاً السوق ما مستقر؟ لا والله السوق ده يوم تعبان ويوم كويس، السوق ده يومي ما سمع. يعني قبل أسبوع الشغل كان كويس، يكمل الخضار، لكن هسه اللي مادي والله الشغل تعبان. المواطن زادت تيجي تقول له كل الطماطم بعشرة، بقول لك لا ما داير، اديني بصل اديني بطاطس بس، شيل بصل وبطاطس يمشي يعني بيجي اقتصد. ايوه اختصر كل الخضار ما فيه، زمان كان ما شاء الله يشيل كل الخضار، لكن هسه ما فيها، بس شيل بصل وبطاطس يمشي، بقول لك هذا على حسب مصاريف اليوم. لكن بس ثاني ما في حاجه. طيب الخضار بتجيبوه من وين انتوا اصلا؟ والله الخضار بنجيبوه من الملجه هنا، لكن اصلا اصداره من كسلة الشماليه مصر، لكن هنا داخل بورسودان ما في خضار. السودان هنا ما في اي خضار، ما فيها مزارع. الخضار ده كله يجي من برا بس كسل، غالبية الخضار ده من كسل. الاسعار ماشيه كيف؟ ماشيه في زياده، ماشيه في نقيصه كيف؟ الاسعار ماشيه في زياده والله، الطماطم دي كانت ب5 وب6 هسه بقت ب10، الخيار بقى ب7، الجزر ب12، كل الحاجات دي ماشيه ترتفع، ما في حاجه نازله تحت الا البصل بس. على الرغم من غلائها، غلاء الطماطم هي متوفره حاليا، انا شايفها هي معروضه في عدد من المحال هنا بتاعت الخضار، لكن ما في مواطنين، ما شايف مواطنين بالسهل بيشتروا يعني. زي ما شايف بعينك السوق ده فاضي والله، ما في ويحة. يعني زول بس بيجي بيقول لك اديني خضار، ويشيل زاد يكون ماشي طوال. انا باقي الحياة ما عنده لا اي حاجة، بس شيل الحاجة المختصرة. والسوق كده بكون كل اليوم يعني من الصباح للمساء ما في مواطنين بيشتروا؟ والله زي ما شايف بس ما في مواطنين كده بيجوا طوال، بس واحد واحد ناس.
اكيد ما في شغل زي زمان، شغل زمان كان فل والله ما شاء الله. طيب الموضوع ده عليك انت كتاجر، مش بيأثر عليك انه ما في بيع ما في شراء ما في مواطنين بيشتروا؟ بيأثر على التاجر ذاته، على الاقل ما بتكون طلعت حق القروش اللي اشتريت بها البضاعه دي. ما بتطلعها والله، خضار راس ماله 500 بيع 250 300، يعني اغلبيه الخضار بكون قاعد اصلا، يعني بيع زي زمان ما في. زمان لو كملت تلقى، لكن هسه ما بتجيب 50 خضار ب 500 بيع 200 250 300، يعني ما بتطلع قروش كده. المشاهدون الاعزاء، بصعوبه وجدنا احد الذين ارتادوا هذا السوق ليتسوقوا، وسنحاول ان نساله عن حركه البيع والشراء وعن الاسعار هنا في هذا السوق. كيف الحال يا اخي؟ تمام، يديك العافيه، بارك الله فيك. الله يكرمك يا اخي. ما شاء الله انا شايفك انت عايز تتسوق، فكيف لقيت الاسعار بتاعت الخضار؟ ما مناسبه، غاليه جدا، يعني 10000 شركيس غير اللحم، يعني كومطان يقول لك الكوم ب 2000، 2 كوم ونص ب 3، والبصل كيلو ب 1200، والطماطم ب 5000. الأسعار كلها غالية، حاجة رخيصة ما في. تعرف شنو؟ ما في حاجة رخيصة. لا، الكلام ده بس الخضار ولا في كل السلع الاستهلاكية؟ الزيت برابع كم يا زيد؟ الزيت بقول لك مبلغ قدره، الرز بمبلغ قدره، أي حاجة بمبلغ قدره. يعني حاجة رخيصة أصلاً ما في. بس الله يديك تشتري، ما أنت تخش منك حاجة تاكل منها بس. وتقييمك للمواطن البسيط بيقدر يشتري حياته ولا الناس بقت تجي تقتصد تشتري حياته؟ والله بعدين اللحم ده ما يشتري، والله يشتري نص الربع اسمه، بقول لك عشان احد ياخذ لي بس يعمل بس حاجه لاولاده بس. يعني المواطن البسيط ده ما عنده حاجه يشتريها، ما اكذب لك. انا اسي سواق، انا اسي يوم بصرف مصاريف اكل بس، خلي غير العيش، خليك المسكين ده عامل شنو، وغير زي غير اي حاجه. حاسس شايف الفراق قد اخذت الصلصه دي ب 3.5 كومين، الطماطم ب 5، العجور ب 2000 ونص. انا ما مقتدر، انا الحمد لله مقتدر شغال، وفي الماء مسكين شغال يعمل شنو؟ ما عنده طريق. وضع صعب، وضع ما غلط.